يا أهلا بالأبونا، يا أهلا. يعني من الأحد للأحد تنشوفك. شي نهار بهالجمعة يا أمي، بخلص قداس الصبح وما بتلاقيني غير واصل. أمي، شو محضرتي لنا خميس سكارة؟ سأل بيك، بده يعزم أمه وبيه وأخوته كله. حلو، كتير حلو، مثل أيام زمان. كيف مثل أيام زمان؟ قرب جدو قرب. كانت كل عائلة تجتمع بخميس السكارة ليكونوا مع بعضهم ياكلوا ويشربوا. صارت العيال اليوم بعيدة عن بعضها، عم تبعد أكثر يوم عن يوم. صرنا نفتقد لقعدة العائلة وجمعاتها الحلوة. صار كل واحد منا عنده عالمه الخاص ومشاريعه الخاصة. ما في أحلى من العائلة لما بتجتمع. بس بيي ما تزعل مني، ما في مرجع بالكنيسة بيحكي عن خميس السكارة. كيف يعني؟ بهديك الأيام كان كل يوم يجي خور الضيعة بأسبوع المرفع على الكنيسة يدقوا الجرس، يقدسوا، يشيلوا بخور عن نفس موتاهم لأنه أسبوع تذكار الموتى. من بعدها يروحوا ليجتمعوا ببيت حدا منهم ياكلوا يترحموا على موتاهم. فكانت ست البيت من بعد ما يخلصوا تغسل منيح الصحون وكل أوان المطبخ لما تبقى حتى ريحة الزفر لأنه الصوم قرب. بس يا ابني انت عم تقول شي جديد، كلهم بيجتمعوا تيسكروا. بيي اذا بتقرا كل الكتاب المقدس بتلاقي بكذا مطرح ربنا نبه من الشرب والسكر. حتى مربولوس شدد على الموضوع. لليوم بعد الكنيسه بتنبهنا من الشرب، كترته بيوصل للسكر، بيضعف ارادتنا، ما بيعود عنا القوه لحتى نحارب اي تجربه، وحتى ممكن نوصل نخسر صحتنا. طيب ليه بسموه المرفع؟ لأنه بهالأسبوع بيترفعن اللحمة والبياض، يعني بياكلوا كل اللحمة ومشتقات الحليب الموجودة بالبيت كرمال بالصوم يركزوا على التوبة والصلاة وأعمال الرحمة. كنا موعورين بسكرة، شكلها ما رح تزبط. يا خيي مين قال غلط تروح وتنبسط؟ بس كمان ما لازم ننسى نحن مسيحية ولاد الله كرمال ما نتعلق بقشور هالدنيا وننسأله لأنه هو الأساس. فترة الصوم هو لحتى نجلس تصرفاتنا لتملك فيها الجشع والفرح المزيف. بس يا ابني هيدي عاداتنا، كلهم بيسموه خميس السكارة. هلأ بيي في منهم بيسموه خميس الزكارة ليتذكروا موتاهن، بس ما كل الأسبوع هو تذكار الموتى. برجع بقلك الكنيسة ولا مرة حكيت عن خميس السكارة أو الزكارة، هيدي كلها تسميات شعبية. للأسف أغلبية عاداتنا تغيرت وفقدت معناها الروحي وتغلب عليها المعنى المادي والأرضي. أنا بفهم العيلة بفرحة بتجتمع، بس اللي ما عم بقدر استوعبه كيف بدنا نتذكر اللي راحوا بفرح؟ نتذكر موتينا بأسبوع المرفع وبفرح لأنه عنا إيمان إنه نقاموا من الموت وإنه الموت ما قدر انتصر عليهم. مشان هيك عوايدنا منا بس ذبيحة أو كاس، منا قصة سكر ولا خميس سكارة أو الزكارة. صار لازم نعيش هالعادات بروحانيتها المسيحية. لازم كل مسيحي يمشي صوب السما ليجي اليوم اللي رح يسكر بحضور الله للأبد. فهمت جدو؟ برافو. رهيبة تلك ساعة ربي التي سنقف بها وجها لوجه عزة جبروتك لنحصد نتيجة ما زرعناه في هذه الأرض. أضئ علينا اليوم لنعي أهمية دعوتنا المسيحية فنتحرر من عادات وثنية كبلتنا مع الزمن، أعمت بصيرتنا وأغلقت قلوبنا فأطفأت عقولنا فوقعنا في فخ هذه الحياة الفانية. أرشدنا ربي كي نعمل بوصاياك بفرح دائم. آمين.